يعني هعيد بس معاهم على السريع، قدر الامكان تبقى في الاول رازين في مشيتك معانا في الكورس عشان المستوى يطلع كده وانت حماستك بتطلع كده. بلاش تبدا الاول بحماس عاليه، لان لو بدات بحماس عالي هتلاقي نفسك بتنزل جامد تمام والحماس بيقل فيك، فمش عايزك تبدا تستعجل. حاجه كمان، الاستعجال مش كويس، الاستعجال مش كويس. الحاجه البسيطه تملكها صح وتفهمها صح احسن بكتير جدا من حاجات كتيره وتلاقي نفسك متلخبط. في نفس الوقت المفهوم متعارض، لان في بعض الحاجات الاساسيه لازم تعرفها. فانا هديك الحاجات اللي انت كده كده لازم تكون عارفها وامشي معاك واحده واحده، لكن تملك الشيء قدر الامكان وما تقلقش، ما تعملش لنفسك قلق. ايه هو القلق؟ الحيره اللي بتخش في دماغكم دايما وبتكلموني دايما، انا قلقان، انا مش هقدر، انا مش عارف، عمري ما هبقى زي المبرمجين، يا كل الحاجات دي، يا ويبدا بقى دايما دماغه عماله تعمل قلق 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 قلق. ده شيء مش كويس، ده شيء مش كويس خالص. فابعد كل الحاجات دي من دماغك. في حاجه ثانيه برضو فقره مهمه جدا احب ان انا انهيها من الاول، موجوده في اغلب الناس اللي بيتعلموا برمجه، واكتر شيء انا شايف بيضيع الناس في تعليمهم للبرمجه. ايه بقى اكتر حاجه انا شايفها اللي بتضيع الناس في البرمجه؟ وفعلا انا بنبه ان هي اوعى يخش لك وسواس من الناحيه دي. ايه هو؟ ان تخش تسمع فيديو ما او تكلم صديق ليك او تعرف اي معلومه من اي حد، لا سيبك من البايثون خليك في الجافا، او سيبك من الجافا خليك في البي اتش بي، سيبك من البي اتش بي خليك في مش عارف السي بلس بلس، سيبك من كذا خليك في النود جي اس، خليك في مش عارف ايه، وتلاقي نفسك في الاخر ما بتوصلش لاي شيء في اي شيء، وهتفضل طول عمرك كده ما بتوصلش لاي شيء في اي شيء. فانا من الاول باكد عليك، طالما توكلت على الله معانا ان شاء الله في كورس البايثون، يبقى خلاص ما تشغلش بالك باي حاجه ثانيه، يعني ما تعملش حسابات لحاجه ثانيه. يعني هتلاقي ناس كان كذا اسهل، كان كذا احسن، كان لو كنت عملت كذا كان هيبقى افضل لك. سيبك من الناس دي خالص، ده كل ده تشتيت وتضييع ليك انت. وفي الاخر الخص لك الدنيا دي بتاعت اللغات البرمجه دي ببساطه، دي زي المنتجات اللي موجوده في اي مكان. البايثون شركه بتدعمها وشغال عليها، الجافا شركه بتدعمها وشغال عليها، السي شارب في شركه بتدعمها وشغال عليها، اللي مش عارف ايه، كل شركه شغاله ليل نهار عماله تنتج وتطلع من احسن لاحسن. والمهم والجميل والمميز في البايثون، بكره هتلاقيه موجود في السي شارب، واللي موجود في السي شارب بعده هتلاقيه في الجافا، واللي كانت في الجافا مش موجود النهارده هيبقى موجود بكره، واللي كان. فانت ما تشتتش نفسك خالص، ما تشتتش نفسك خالص، سيبك. يعني ممكن تلاقي واحد مثلا من اهم العيوب اللي في البايثون ايه؟ يقول لك اهم عيب في البايثون ان مثلا الموبايل ابلكيشن بتاعه مش قوي. هتيجي تقول ده حقيقي، الكلام ده حقيقي، هقول لك الكلام ده حقيقي مؤقتا، الكلام ده حقيقي مؤقتا، لان هم شغالين عليها على طول، يمكن بس على ما تخلص الكورس ولا الثاني هتلاقي نفسك دخلت في التفاصيل لقيتهم مستواهم بقى كويس وبيطلعوا شغل كويس، على طول الدنيا عماله تتطور. فما تخليش الشيطان يخش لك من الناحيه دي، ولا ما تخليش حد ياثر عليك بالكلام ده خالص. لما انت توكلت على الله واخدت طريق خلاص، ما تقعدش تتشتت. اذا عزمت فتوكل على الله، خلاص انت ما قلت خلاص انا هشتغل، يبقى ما تشتتش خلاص. طب لقيت كذا احسن، مش مهم. لقيت كذا ممكن يساعدنا اكتر، مش مهم. سيبك. مجرد انك تحقق الهدف اللي انت اشتغلت فيه، ده في حد ذاته مكسب اهم. لانك لو قعدت تتشتت وتنقل من دي لدي بي، هتلاقي نفسك في الاخر بقالي كتير بتعلم برمجه ومش عارف اوصل لشيء. ايوه صحيح، ما انت اللي عمال تشتت في نفسك. انت اللي عمال تشتت في نفسك. فدي برضو ملحوظه من اهم الحاجات اللي بتاخد بالك منها، وما تشتتش نفسك نهائي في الموضوع ده. خلاص توكلت على الله واخدت طريق، يبقى انا ابقى متخصص في الطريق ده واكمل في الطريق ده بمساوئه وبمميزاته. وعلى علم ان المساوئ والمميزات عماله تتغير، حتى الكلام اللي انا كنت بقوله من كام شهر باجي دلوقتي اقول ايه، بس خد بالك دلوقتي الوضع بقى مختلف، ده نزل كذا حاجه جامده جدا وقويه. الواحد تاني يسالني يقول انت كنت سمعتك بتقول كذا كذا، اقول له فعلا، بس المشكله ان احنا العلم بتاعنا متطور جدا. اقول له لا، بس نزل حاجات دلوقتي كذا وكذا افضل بكتير واحسن بكتير، العمليه متطوره. فما تخليش التطور اللي بيحصل ده هو اللي يشتتك، لا خدت الطريق خلاص. دي انا عارف لو في عيوب بيغطوها اصلا اثناء ما احنا شغالين، و
بيحدثوا بنفسهم واحنا في نفس الوقت بس بنثبت على طريق عشان نعرف نوصل للنتيجه وهدف من خلال الطريق اللي احنا اخذناه. تمام يا شباب؟ طيب دي كانت شويه ملحوظات عامه، اتمنى الناس تبقى دي المعلومات دي تبقى دايما في بالها. ماشي يا استاذ، ان شاء الله يا استاذ طارق. استاذ طارق كان يعني كان في مسار انا كنت عارضه قبل كده فهو بيقول لي يا ريت نمشي على نفس المسار. لا ان شاء الله هنعدي المسار ده، ان شاء الله المسار ده هنعديه، مش هنمشي بس عليه هو، لا هنعديه. يعني ده بس مسار في حته بس جزئيه اللي هي بتاعت الويب، لكن احنا ان شاء الله هنكمل اكتر من كده باذن الله. وان شاء الله كله هيبقى يعني على البايثون، فبهمتكم كده ان شاء الله ربنا يكرم ونقدر نستمر في المسار للاخر يعني بجديتكم. طيب نرجع بقى للمحتوى. كان في كمان الخطه نعرضها دلوقتي، خطه في الكورس ده بس، اما بقيه الكورسات وحاجات زي كده انا كنت اتكلمت عنها قبل كده في فيديو، كنت بتكلم على الحاجات كلها عموما، وقلت بدل ما تشتت نفسك دلوقتي خليني بس ايه يعني زي ما كانوا بيقولوها الناس الشرطه بتوع زمان يقول لك عصفور في اليد ولا 100 على الشجره، صح؟ فاحنا مش عايزين نشتت نفسنا دلوقتي بالعصافير الكتير اللي موجوده على الشجره، احنا دلوقتي العصفور اللي نمسكه في ايدينا نبقى مالكين امورنا احسن بكتير جدا من نقعد ايه نتشتت. تمام؟ الكورس اللي احنا هنتكلم عليه هو ان احنا نتعلم البرمجه بلغه البايثون. انا بصراحه الكورس ده بقسمه لمستويين او بقسمه لكورسين، يعني سموها انت عايز تسموها مستويين او كورسين. تمام كده؟ في الجزء الاول انا بسميه البيزكس خلاص، والجزء الثاني بسميه الاوبجكت اورينتد بروجرام. تمام؟ اللي هو الادفانسد خلاص، يبقى البيزك والادفانسد. طيب الجزء البيزكس انا بقول لك من دلوقتي هو اخطر جزء، تمام؟ جزء الادفانسد صدقني لو انت خلاص تمكنت في البيزك هتحس ان الجزء بتاع الادفانسد ده يعني شويه امكانيات كده تتعرف عليها، مش صعبه ولا حاجه. الشغل كله في البيزكس خلاص. بيزكس اللي هي اساسيات برمجيه لازم تكون عارفها ومفاهيم كل اللي جاي مترتب عليها، عشان كده بقول لك هي اخطر حاجه، كل اللي بيبقى جاي بعد كده بيبقى مترتب عليها. ان شاء الله هنتعلم في الجزء ده الانستليشن كونفيجريشن، وانا هبعت لكم طبعا ان شاء الله الجزء اللي هتذاكروه المره دي، هيبقى في الكلام ده وهتحاولوا تسطبوا كده مع نفسكم، ولو في اي مشكله بنشوفها في المحاضره اللي بعدها على طول. البايثون سينتاكس شكل الكتابه، ازاي ابدا اشغل اول بروجكت ورانه ازاي وكلام زي كده، ازاي نتست الكود لو في خطا، ازاي اعرف رسائل ايرورز، ازاي اعمل ديباجنج، variables data types keywords. طبعا انا عارف ان اغلب الكلام ده ممكن في ناس كتير جدا ما تعرفوش، وفي ناس عرفت برمجه قبل كده تعرف الكلام ده، في الحلقه ما تفرقش يعني، بس مجرد بعرض الخطه عشان دي حاجه كده ستاندرد، لكن هي ما لهاش اي لازمه يعني، يعني ليها لازمتها في الاخر بترجع تراجع تلاقي كل الحاجات دي احنا غطيناها بس، لكن في الاول لو واحد مبتدئ ممكن يحس ان الموضوع ده ارباكو، لا ما تتربكش. الاوبريتورز كلها والكولينج اكسبريشنز باختلافها، السترينج طبعا هنخش الحته دي شويه في السترينجز والليستس والتابلز والدكشنري والاريز والكلام ده كله، وده حاجات مهمه. الانبوتس والاوتبوتس ازاي بندخل البرنامج حاجات، ازاي البرنامج بيخرج لها حاجات. ميكينج ديسيجن دي حاجه مهمه جدا، ازاي نعمل ليها الاف ذن يعني. والاتريشنز ازاي نكرر حاجات. الفانكشنز ازاي نعمل سب بروجرامز برامج صغيره. وبعد كده بنتنقل ممكن الهاندلنج ايرورز والفايلز والفايلز كده. انا بقول ده كده يعني شبه ده المستوى الاول، ده موجود في كل لغات البرمجه، حاجه اساسيه قوي لازم الناس تكون عارفاها، وكل التالي مترتب عليها بدون الفايلز، مش حتى بالفايلز. لو شلنا الفايلز كده كل الحاجات دي حاجات اساسيه قوي كل الناس بتحتاجها، باختلاف كمان واحد ان ممكن الليستس والتابلز والدكشنري والكلام ده ممكن تستخدم حاجه واحده الاريز مثلا، والباقي ده تبقى يعتبر الادفانس بتاعه كده. هو ده المستوى الاول، كده هو ده المستوى الاول، فانا اعتبر ده اكنه
استاذ احمد مجدي بيسال على البرامج اللي هنحملها، هيكون موجود معاك في اول فيديو. اول فيديو ازاي تخش وازاي تعمل سيت اب وتنزل ايه وتسطب ايه، كل الكلام دوت هيكون موجود معاك، هبعته لكم ان شاء الله بعد ما اخلص على طول، بس ان هو ده الجزء اللي انتم هتحضروه عشان المره الايه؟ المره اللي جايه باذن الله. تمام؟ مستوى اللغه الانجليزيه، اتمنى طبعا يفضل ان يكون مستوى اللغه الانجليزيه بتاعك كويس. طب لو انا مستوى اللغه الانجليزيه بتاعي مش كويس، يتحسن بقى اثناء ما احنا شغالين. يعني هيتحسن ليه؟ وما تحطش، لو انت من النوع اللي عندك حاجز ومشكله في اللغه الانجليزيه، احب اطمنك خالص واحبك تحط الحته دي في دماغك قوي قوي، عشان عارف ان في ناس عندها مشكله دايما في اللغه الانجليزيه فبتعمل لها ربكه جامده. لو انت من الناس اللي عندك مشكله في اللغه الانجليزيه، اعرف ان احنا هنستخدم الانجليزي كتير جدا وملوش علاقه بالانجليزي اصلا اللي انت بتدرسه او بتتعلمه في اي حته. الكمبيوتر ساينس والانفورميشن تكنولوجي عندهم حاجه اسمها تيرمز، مصطلحات. اللي احنا هنستخدمه دايما مصطلحات، مالهاش دعوه باللغه الانجليزيه. مالهاش دعوه باللغه الانجليزيه خالص. يعني انا لما اجي اقول لك اوبريتور او اوبراند او كلام زي كده، ده ليه معنى عندنا احنا برمجيا، هتعرفوا معايا. هتعرفوا ايه؟ هتعرف المعنى ده برمجيا معايا. لكن لو جبت ترجمت كلمه اوبريتور وشفت مثال هم حاطينه، هتلاقيهم بيقولوا حاجات ثانيه وبيشرحوا في حاجات ثانيه احنا مالناش عليها. مالناش عليها. لما اجي اقول لك مثلا ليستس، الليستس دي عندنا ليها مفهوم مثلا في البرمجه. يعني طب يعني ايه ليستس؟ هتقول لي قوائم لو ترجمتها. لو ترجمتها تقول قوائم. هتفهم حاجه من كلمه قوائم في البرمجه ولا هتفيدك في اي شيء؟ ولا هتفيدك في اي شيء. ليستس معناها برمجيا ان احنا هنعملها بقى كذا مره وهتبقى عارف ان دي معناها ليستس. فلما اجي حد بقى مبرمج يكلمك ويقول لك اشتغلها بليستس، هتبقى فاهم يقصد ايه. في حاجات ديفينيشن معين وفي اسلوب معين في الشغل. كله على بعضه كده دي معنى كلمه ليست. مش معناها ليست يعني قايمه. يعني ايه قايمه يعني؟ حاجه بروس انا بتطلعني قايمه يعني ولا ايه يعني؟ طبيعي مش هتبقى كده. ليها اساليب معينه خاصه بيها. فانا عايز اطمنك يعني اي حد عنده مشكله في اللغه الانجليزيه شيل الموضوع من دماغك. انا لما اجي اقول لك كي ووردز يعني ايه كي وورد؟ هتقول لي انا ما اعرفش لغه انجليزيه. لا لا لا، ده الكي وورد عندنا في البرمجه ليها معنى، مش معنى ترجمه كلمه كي وورد مثلا او كلمات مفتاحيه او لا، مش معناها كده، مش معناها كده خالص. برمجيا ليها معنى عندنا احنا هنديهولك. فهمتني؟ فاي حد عنده كويس قوي في الانجليزي يبقى كويس. طب مش كويس خالص في الانجليزي مفيش اي مشكله خالص. لكن بيبقى لازم يكون عندنا شويه حاجات بيزكس، يعني شويه كلمات يعني بنستخدمها دايما في الحياه الطبيعيه بالانجلش يعني. لكن مش حاجز خالص، مش حاجز نهائيا. خلاص؟ لان الكلمات دي اما اقول لك فايلز هتقول لي ملفات، اقول لك ايوه بس دي ليها نظام عندنا في البرمجه قصه ثانيه خالص. مش 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 معنى فايلز يعني ملفات مرميه، يعني لا مش كده، الموضوع مش كده. تمام؟ فكل الكلمات اللي بتشوفها دي دلوقتي قدامك، دي كل كلمه منهم تحتيها موضوعات كتير هنشرحها وهنفسرها مع بعض اثناء ما احنا شغالين معا. واي كلمه انا بقولها بتبقى انت مش فاهمها، خد بالك انا ساعات بيبقى في كلمات في دماغي اتعودت ان انا اقولها. تمام؟ فنفترض ان الناس لو في اي حد ما فهمش الكلمه دي معناها ايه ما ينكسفش، لانك احتمال كبير جدا ان انا اضيف لك معنى حتى لو انت بتاع يعني بتعرف لغه انجليزيه هضيف لك معنى ثاني خالص غير اللغه الانجليزيه في دماغك. فاي كلمه استخدمتها مثلا بقول لك ايه سينتاكس، وانا بقول سينتاكس كلمه بقولها عادي، ده في المعتاد بتاعي انا بشرح برمجه دائما، فانا كلمه سينتاكس بالنسبه لي كلمه يعني زي العربي، ما مش قصدي بيها اي حاجه خالص. فممكن تكون انت بالنسبه لك كلمه غريبه فتقول لي تقصد ايه بسينتاكس؟ فلما اشرح لك يعني ايه سينتاكس هشرحها من وجهه النظر البرمجيه، يعني ايه سينتاكس اللي بنستخدمها. تمام؟ فاكيد هتفيدك، فما تكسبش ابدا انك تسال عن اي كلمه انت ما تبقاش عارفها اثناء الشرح طبعا. يعني مش قصدي دلوقتي، لكن دلوقتي انا بس مجرد بعرض الخطه يعني. لان لو وقفت مع كل كلمه من دول هيبقى بشرح حاجات تفصيليه كتير جدا. لو حبينا نبص في سؤال تاني، ايه هي امكانيات اللي محتاجينها الجهاز؟ اي جهاز بسيط في المستوى ده من البرمجه هيشتغل معانا كويس. فتقريبا كل الناس الاجهزه اللي معانا كلنا هتشتغل كويس، مش هيبقى عندنا مشكله. مش هيبقى عندنا مشكله خالص. الاجهزه العاديه المعتاده اللي هي عاديه البسيطه اللي موجوده في السوق كلها
نقدر نشغلها بالبايثون ونقدر ناخد الليفل ده كله بدون ايه؟ بدون مشاكل. الليفلز الثانيه كل ليفل وليه قصه. يعني كل ليفل هتلاقي فيه قصه، لكن بالنسبه للامكانيات الطبيعيه لاي جهاز دلوقتي تقدر تشتغل معاه في المستوى ده من لغه البرمجه بتاعت البايثون. وكمان ان شاء الله هبقى اوريكم برضه في مره من المرات ان في كمان برامج على الموبايل تقدر تجرب بيها المستوى ده، مفيش اي مشكله خالص. تمام؟ السؤال بعد كده اللي جالي، ما اهميه لغه البايثون في انترنت الاشياء والذكاء الاصطناعي؟ انترنت الاشياء اللي هو الاي او تي، انترنت اوف ثينجز، والذكاء الاصطناعي اللي هو الاي اي او الارتفيشال انتليجنس. لغه البايثون جت يعني هي اصلا لغه دارج عند الناس ان هي لغه جديده، هي لغه قديمه جدا. لغه قديمه 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 يعني. لكن تم ظهورها مره جديده لكنها لغه جديده بسبب الاي او تي وبسبب الاي اي. ليه بسبب الاي او تي والاي اي؟ تم تركيب باكجز او استخدامات قويه جدا داخل البايثون في موضوع الاي اي وموضوع الاي او تي، موضوع الاي او تي ده. فلما دخلت الباكجز الكبيره اللي مالهاش حصر بصراحه، حاجات قويه جدا نزلت، يعني حاجات قويه جدا لدرجه ان هي كانت كانتش موجوده في لغات قديمه بقالها كتير. فرجعت تاني انتعشت البايثون اكنها لغه حديثه جدا جدا، فتعتبر من هي والجافا من اقوى اللغات في موضوع الاي اي والاي او تي في الوضع الحالي او في الوقت الحالي. ناكد في الوقت الحالي. تمام؟ طيب الجزء اللي احنا ان شاء الله هناخده في الجزء الادفانسد، ان احنا هناخد حاجات تخص التكست بروسيسنج، حاجات تخص الانبوت فاليديشن، حاجات تخص اليو ام ال، الاوبجكت اورينتد بروجرامنج والادفانسد اوبجكت اورينتد بروجرامنج. تمام؟ دول الموضوعات اللي احنا هناخدهم في الليفل الثاني، ودول مش عايز اي حد هنا منهم خالص خالص خالص. دي شويه صح، انت ساعات هتقولي اللي دي يا ترى هستخدمها في ايه؟ دي يا ترى هستخدمها في ايه؟ الحته دي دايما السؤال دايما ده يمر في دماغك في الحته الجزء بتاع الادفانس. بس هو جزء بسيط وما فيهوش اي مشاكل خالص. الجزء اللي انا عايزك تبقى مركز فيه وتبقى عارف ان دوت جزء عمرنا ما بنستغنى عنه هو الجزء الاول. ما بتقدرش، بنبقى مهما وصل مستواك في البرمجه والقوه والمش عارف ايه، كل الحاجات اللي قلت لك عليها الاساسيه دي بنستخدمها كما هي، سواء كنا مبتدئين او محترفين. عشان كده بقول لك هي حاجات اساسيه قوي، من غيرها هتبقى العمليه بالنسبه لك مش سليمه. ازاي تكون مخك في الحته دي؟ فده ان شاء الله هنشتغل عليه. وان شاء الله هحاول اشتغل معاكم في ازاي تشغل مخك، يعني الحته دي من اصعب الحاجات اللي دايما موجوده في كورسات البرمجه والناس كلها ما بتحبش تشتغلها بسببها، يعني ازاي تشغل مخك. فازاي تشغل عقلك باسلوب برمجي. ده ان شاء الله هنتناوله برضه مع بعض. قوي قوي في تكست بروسيسنج والانبوت فاليديشن، ازاي تشغل مخك، وفي الاريز. انا عارف ان شويه هيبقى اصعب جزء عليك، لان انا عارف ان اصعب جزء انك تشغل مخك. يعني دي دايما بيبقى في البرمجه بيبقى، لان مش هتتعلم فيه كود جديد، يعني مش هعلمك فيه اكواد برمجيه جديده، لكن هعلمك فيه ده بس بالادوات اللي انت وصلت لها. تعال نشغل ده، تعال نشغل ده، هتلاقي نفسك في الاول الدنيا صعبه وحاسس ان مخك مش قادر يمشي. بس ده ما يهمكش، انا عايزك تشغل مخك. زي ما قلت لكم ان انا ان شاء الله اتمنى ان انا اطلع منكم ناس كويسه جدا برمجيا، ان شاء الله يعني يكون حاجه قويه جدا ويستمروا معايا. حتى انا دايما في اغلب الكورسات الطويله ان شاء الله دايما الناس بتستمر معايا، يعني العشرات السنين. انا متهيألي لو في حد منكم يعرفني من اكتر من 10 سنين يا ريت يتكلم، من اكتر من 10 سنين مش خمس سنين، يعني كده في اكتر من 10 سنين كده. هل في حد من اكتر من 10 سنين؟ معاك يا دكتور عادل، معاك. استاذ محمد من دلوقتي من اكتر من 10 سنين. مين تاني؟ في حد تاني من اكتر من 10 سنين يعرفني؟ انا استاذ عادل. مين؟ ياباني. ياباني من اكتر من 12 يمكن 15 15 سنه. في حد اسمه احمد جاد برضه بعت في الشات. يعني عايز اقول ان احنا الفكره مش كورس خالص، احنا عايزين فعلا. انا ما بنساش الناس بسهوله، الناس كورس طبعا ما بنساش بسهوله خالص، وبتفضل مستمره معايا لسنين طويله. فاتمنى ان الجروب ده يكون من النوعيه دي، ان احنا نستفيد من بعض جدا ونشتغل فترات طويله ونثابر
الصبر، العلم مع صبر، درس من 2009. ده مين؟ مين معانا من 2009؟ محمد دكتور محمود عبد الرحيم. محمود عبد الرحيم، اهلا بيك يا استاذ محمود. اهلا بيك. بس عايز اتذكرك كويس، مش مجمع قوي يعني، بس عايز اتذكرك. درس 2008 استاذ احمد جاي. فيعني الله المستعان، انا مستبشر خير. وان شاء الله يعني هنكمل المسارات دي ونتعلم حاجه فعلا مفيده، واتمنى ان احنا نرجع يعني في ناس منكم بقى بشوفها لغايه دلوقتي وبتواصل معاهم، واتمنى ان الناس كلها وفعلا يبقى حاجه اتعلموها ويبدا يعني يشوف له طريق ربنا يوفقه فيه، يكون من خلال الايه من مجموعه الحاجات اللي احنا نقدمها مع بعض ان شاء الله. لكن في الاول نبدا بخطوه وحاجه صغيره، وان شاء الله ربنا يفتح ويوسع اكتر من كده. استاذ رامي، استخدمها في تحليل بيانات ان شاء الله. طبعا تحليل بيانات الديتا اناليسز البايثون مميزه فيها جدا، وان شاء الله في كورس اكيد الديتا اناليسز والبيج داتا وكل الحاجات الخاصه بالديتا مع البايثون ده اكيد باذن الله هيبقى ليه حاجه. دي بالنسبه لي حاجه مهمه جدا، لان فعليا الديتا التواصل مع الديتا ده اهم حاجه، وبعد كده بيطلع منه بقى ممكن نعمل بس مجرد ستورنج، مجرد اناليسز، هنعمل عليه ابلكيشنز، هنعمل عليه في حاجات ثانيه، بس التعامل مع البيانات ده شيء اساسي جدا ان شاء الله نوصل له مع بعضنا باذن الله، فاكيد موجود في الخطه باذن الرحمن يعني. فهل في اي سؤال ثاني ولا اسيبكم ونتقابل باذن الله؟ احنا معانا كده ايه؟ نسيت المعلومه من اول. مع يوم الثلاثاء، بس انا في عندي سؤال لو سمحت دكتور. بس بالنسبه للدفعه، لانه انا بلغوني انه لازم اعمل لها تحويل بنكي، فالتحويل البنكي اغلب الاوقات عندنا في البلد هون يطلب عنوان المستلم، عنوانه السكني وعنوان الفرع تبع البنك اللي يستلم من عنده. فاذا في زكارته وديبت كارته وهيك يعني علشان الدفعه يكون اسهل، او اتواصل مع الاخ اللي كان معي اعتقد اسمه اسلام. اسلام، انا هو اسلام اللي ماسك الموضوع دي، فانا مش هبقى اوير قوي، مش هبقى فاهم اول تفاصيل، بس هرجع له هو واشوف ايه في ويسترن يونيون في اي حاجه، مش فارق يعني. خلاص اذا في ويسترن يونيون ممتاز ممتاز. اتواصل معايا ان انا مش 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 مدرك قوي التفاصيل دوت، بس هو خلاص خلاص ان شاء الله ان شاء الله يعني، فما فيش مشكله يعني ان شاء الله يعني. خلاص ان شاء الله معك للاخير باذن الله ان شاء الله، ونبيض وجهك ان شاء الله. اسم حضرتك ايه اللي بتتكلم؟ مشعل دوحان. انا مش اصلا من العراق ومقيم في ايرلندا. ما هو مقيم فين؟ في ايرلندا. ايرلندا، اهلا بيك استاذ مشعل، بالتوفيق ان شاء الله. امين. سؤال في اي حاجه ثانيه؟ في حد ثاني بيقول ممكن نقطه تقف معايا؟ استاذ بيتكلم بيقول لو انا اثناء سماع الفيديوهات المسجله ممكن نقطه تقف معايا في نص الفيديو مثلا فيتوقف عندي تسلسل الشرح، اعمل ايه ساعتها؟ كمل. لو مثلا واحد بيسمع الفيديو وفي حاجه وقفت معاه، مثلا بسمع اول فيديو السيت اب وانا بعمل سيت اب ضرب عندي، فبطبيعه الحال اغلب الناس هيقوم عامل ايه؟ يوقف خالص. لا ما توقفش خالص، اسمع بقيه الفيديوهات كلها ما فيش اي مشكله، والجزء اللي عليه اسمعه كله بالكامل، لان انا ممكن اخش او اعمل لك ايه؟ كان عندي مشكله في السيت اب، اقول له اصل المسار هنا اظبطه كذا، خلاص اشتغلت معاه، هلاقي نفسه لسه واقف عند مرحله الصفر، ما عملش حاجه، الا لو كان هو ذاكر الجزء اللي عليه، على الاقل كان فاهم مثلا الحاجات اللي انا هشرحها، فكان واقف معاه السيت اب، ظبط له السيت اب، قال لي لا الحاجات الثانيه كلها خلاص انا فاهمها مش مشكله. او في واحد هو بيكتب كود، الكود مثلا اديته الاكزامبل فيه 12 سطر كود مثلا، فطلع له ايرور وهو بيكتب في السطر الثالث، فقام وقف وجالي المحاضره بعديها قال لي بص انا في عندي ايرور ما عرفتش. طب كملت الكود؟ لا ما كملتش الكود، هما في تاني سطر اتضرب مني طلعت ايرور ووقفت. والتاني الاخ التاني في تاني سطر برضه مطلع ايرور بس كتب 12. الفرق ايه هو؟ ان اللي عنده 12 سطر مكتوبين وفيهم ايرورز انا هقعد معاه، بس انا صلحت له الاخطاء كل حاجه اشتغلت. والاخ التاني اللي وقف عند السطر التاني عشان عنده خطا صلحت له خطا ولسه هيبدا يكتب، لسه عند مرحله صفر، واحتمال كبير جدا يكتب البيت ال 12 ويطلع برضه عنده اخطاء. يعني وقف ورا خالص، يعني خسر نفسه كتير. فانا كويس النقطه دي يعني اثيرت، لا تعمل ايه؟ حتى لو وقفت معايا حاجه اكمل.
يعني ممكن تقول الحاجه اللي انا وقفت عندي دي حاجه صغيره جدا اصلا، فمثلا لما تحل في نفس الخاص واقف معاكم على نفس في نفس المستوى ما عنديش مشكله. فاي حد يقف معاه اي حاجه كمل، حتى لو جيت الحاجات اللي كملتها بقت فاهمها بنسبه 70% احسن ما تبقى صفر، احسن ما تبقى صفر. تمام؟ فلا ما حدش يقف، كمل على طول، كمل حتى لو وقع منك حاجه مش مشكله، بس ايد اكتب عندك الحاجه اللي وقفتك عشان تعرف ترجع لها. يا ريت تكتبوها لنفسيكم ورقم الفيديو عشان تبقى فاكر، عشان المسافه لما احنا نروح لها على طول تبقى الدنيا كويسه. في الفيديو لو عايز تقول مثلا دقيقه واحد يعني دقيقه واحد و31 ثانيه وتقوم كاتب كانت المشكله اللي عندك ايه في الدقيقه دي، بحيث حتى ممكن نفتح الفيديو على طول وهو مسامع حتى اقول لك اه دي مقصود بيها كذا كذا، هتبقى فهمتها. فهمتني؟ يعني حاول ترتب نفسك بس ما تعيدش كتير، وفي نفس الوقت ما تتعطلش. تمام يا شباب؟ هل في اي اسئله ثانيه او اي توجيه او اي شيء؟ دكتور الان يعني الواحد بس يخلص مثلا هذا المسار الاساسيات والاوبجكت اورينتد، بعد هذا ممكن هو يختار المسار، يعني مش شرط انه بده ياخذ مثلا ويب او موبايل، يختار مثلا زي انا بدي اختار مثلا البيج داتا يعني اشتغل فيها لاني انا يعني بختص بالاس كيو ال والداتابيس، ممكن هيك يعني على طول ينتقل ويعمل سكرابينج على البايثون ساعتها؟ يعني ارجع راجعني واتناقش معك فيها. ليه؟ يعني ممكن تقول لي انا عايز اعمل تطبيقات كامله بس بيج داتا، هقول لك ما انت عشان تبني تطبيقات بيج داتا لازم يكون عندك ويب سايت او عندك موبايل ابلكيشن عشان تبني وراه البيج داتا. ايه لازم انك تبني بيج داتا وانت ما تعرفش كلمه الانترفيس؟ ممكن انا اقول لك كده. ممكن انا عفوا دكتور، ممكن انا لاني بشتغل مثلا سي شارب او الاس بي دوت نت، يعني ممكن اعملها هيك واستغل فيها، لانه مثلا ما اشتغل على مثلا زي انا بشتغل في الاوراكل بزنس انتليجنت او مثلا الباور بي اي تبعت المايكروسوفت، بكون حاطيني في سيكريت اني استخدم فيها البايثون، فممكن يعني استخدم هاي الامور يعني هذا القصد. يعني هو ده انا قصدي، وده اللي انا قصدي عليه، انك ارجع بس كلمني عشان اقدر افهم وضعك ايه بالظبط عشان اقول لك انا الافضل ليك. فهمتني؟ فانت كده ما وضحت لي، انا هقول لك لا، هقول لك بقى اعمل كذا. تمام؟ لكن فعشان بس الاختيارات ما تضيعش في الاختيارات وتمشي في طريق في الاخر تلاقي نفسك ما وصلتش. لكن طبعا تقدر تختار الاسلوب اللي يريحك يعني وده ان شاء الله في اخر الكورس هنتكلم عنه. ايه الطرق؟ انا معايا اللغه بس، ايه الطرق؟ هبدا اقول لكم في طريق كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا، ونبدا نتناقش مع بعض ونبدا نوصل للايه، ايه اللي جاي، ايه الخطوه اللي نعملها مع بعض ان شاء الله بعد. فهمتني؟ نعم ان شاء الله. فده يبقى في اخر الكورس باذن الله. الله يجزيك الخير. وجزيك كل خير. السلام عليكم دكتور، بعد اذنك ممكن اسال سؤال؟ الله يخليك. تفضل. هو دلوقتي اللي فهمته ان احنا هناخد البيزك بدون يعني بروجكت، يعني مش ويب او موبايل ابلكيشن، وبعدين هناخد الاوبجكت اورينتد وبعد كده بقى نبتدي نعمل بروجكت، انا كده فاهم صح ولا غلط؟ مظبوط مظبوط. احنا مش دلوقتي مش بتوع ويب ولا بتوع موبايل، احنا هناخد البرمجه عشان نبقى مؤهلين ان احنا نخش للويب لو احنا عايزين، او نخش الموبايل لو احنا عايزين، او نخش على الادفانسد الاخرى زي مثلا بيج داتا او الاي اي او كده. فالاول كلهم 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 مشترك فيهم انك تعرف اللغه، دي خطوه رقم واحد، عشان كده خليناها هي الخطوه الثابته الاساسيه. يعني دي خطوه مهمه. تمام يا دكتور. تمام يا دكتور، ده الكورس اللي احنا فيه دلوقتي مظبوط؟ ان شاء الله بالظبط، ده الكورس المشترك في كله. شكرا جدا يا فندم. طب الناس سمعاني كويس والصوت كان واضح ولا الصوت كان بيقطع او الصوت كان واضح؟ من فضلك يا دكتور لو سمحت، مده الكورس هتبقى قد ايه المستوى ده؟ المستوى ده ان شاء الله هنوصل فيه حوالي 25 ساعه متوسط، يعني ممكن يزيد كام ساعه او يقل كام ساعه، بس متوسط 25 ساعه المستوى ده. تمام؟ في الغالب انا ممكن الالجوريزمز والداتا ستراكشر هيبقى بالنسبه لنا موضوعهم هنا في الجزئيه دي، لما اتكلمنا على ان هنشتغل على النمبرز والسترينجز والليستس والتابلز والديكشنري والريليز والكلام ده، هو ده اصلا اساس شغل الايه الالجوريزم بشكل كبير. تمام؟ لكن مش هناخد كورس الداتا ستراكشر والجوريزم كامل لوحده، يعني ممكن نعمله بس مش هو ده الكورس بالاساس. فهمتني؟
ممكن طبعا لو مكان الالجوريزم ده ستراكشر عايزين نحطهم في كورس وندرس بالتفصيل كل يعني الالجوريزم ككورس كامل هو والداتا ستراكشر بتاعته بالكامل ده ممكن تاخده طبعا بعد اللغه على طول ممكن تقدر تاخده بعد اللغه بس بخاف انا ادي بعد اللغه لان الناس بتمل فبحب الناس تخش في اي ابلكيشنز كده تشوفها عشان تاخد ثقه في نفسها ان هي بتطلع حاجات وبعد كده يتعمق بقى في الداتا ستراكشر والالجوريزم تمام لكن انت مجرد لما خلصت الكورس ده ممكن تخش في كورس داتا ستراكشر والالجوريزم مفيش يعني ده البريكويزيت بتاعه يعني ده الكورس الاساسي اللي لازم تاخده عشان تعرف بعديه تخش على داتا ستراكشر والالجوريزم وانا هاخد جزء كبير جدا من الالجوريزم في الكورس ان شاء الله يعني مش هسيب الكورس من غير الالجوريزم بالنسبه لي صعب تمام يا شباب هل في اي اسئله ثانيه طب كويس نشوفكم على خير بإذن الرحمن يوم الثلاثاء هبعث لكم على الجروب الفيديوهات اللي انتم هتذكروها وتبقوا مجهزينها المرة الجاية إن شاء الله نتكلم عليها اتفقنا بإذن الله تمام أشكركم وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا إن شاء الله على الجروب هبعث لكم الفيديوهات اللي انتم تحضروها علشان نبدأ نستكمل عليها بإذن الله بارك الله فيك جزاك الله خير بارك الله فيك السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته